الطقس صحو، أه، ارتفاع أه، طفيف بدرجات الحرارة عن الأيام السابقة الرياح من 10 إلى 20 كيلومتر ومدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومتر درجات الحرارة الصغرى المسجلة لهذا اليوم في دائرة الموصل هي 27 درجة مئوية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم هي 46 درجة مئوية إن شاء الله خلال اليومين القادمين سوف ننخفض درجتين عن المعدل في مدينة الموصل